شيخ بارك الله فيك، بالنسبة لطالب العلم الذي لا يستطيع أو لا يجيد أن يحكم على الحديث من الصحة والضعف، ووجد أن المتقدمين قد اختلفوا في الحديث، فيعني ما الذي يتبع؟ أولا إذا كان يعرف أيهم أتقن وأعلم يتبع تقليدا للضرورة. ثانيا يجب أن تعلم أن الحديث النبوي عليه نور وله طلاوة وحلاوة، ربما إن الإنسان يحكم عليه وإن لم يعرف رواته. فإذا جاء اللفظ ركيكا بعيد المعنى فإنه يغلب على الظن أنه ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد يكون الراوي غيره ورواه بالمعنى، لكن هذه من العلامات. كذلك من العلامات أن يكون الحديث مخالفا لما علم من قواعد الشريعة العامة. فأنت إذا رأيت أحدهم يرجح أن يكون ضعيف يحكم بأنه ضعيف، وأن ترجح ذلك لركاكة لفظه أو معناه أو مخالفته للقواعد العامة من الشريعة فاتبعه. نعم.